مرحب بكم مشاهدينا في الحياة الآن، أهم وآخر الأخبار الواردة إلينا حتى هذه اللحظة. أبدأها معكم بأهم العناوين: استشهاد ضابطي شرطة وإصابة 6 آخرين في انفجار عبوة ناسفة بمحيط وزارة الخارجية. السيسي يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ويقول إنه لا بد من استراتيجية كاملة لمواجهة كل فصائل الإرهاب بالمنطقة. انتظام الدراسة في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية والتعليم والأزهر يحذران من ممارسة السياسة داخل المدارس. انفجرت عبوة ناسفة صباح اليوم بجوار مدرسة السلطان أبو العلا بمحيط وزارة الخارجية، مما أسفر عن استشهاد المقدم خالد سعفان والضابط محمد محمود أبو سريع من قوة مديرية أمن القاهرة وإصابة 6 آخرين. أكد خبراء الحماية المدنية أن القنبلة تم زرعها أسفل إحدى الأشجار بجوار مسجد السلطان أبو العلا بالقرب من الباب الخلفي لوزارة الخارجية. من جانبه أمر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بإخلاء 5 مدارس محيطة بمكان الانفجار حفاظا على التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، نافيا وجود أي إصابات للطلاب أو المعلمين بالمدارس. المزيد من التفاصيل على الهواء مباشرة ومن محيط وزارة الخارجية وبالقرب من المدرسة اللي وقع بالقرب منها الانفجار، بينضم لنا مراسلنا أحمد فرج على الهواء مباشرة، هيطلعنا على آخر التطورات والتفاصيل من هناك. أحمد برحب بيك، وصف لي المشهد عندك كما تراه صوتا وصورة، تفضل. شريف، وأنا برحب بك من هنا من موقع الحادث والتفجير الغاشم الذي حدث في صباح هذا اليوم في تمام الساعة 9:30 من صباح هذا اليوم وفي هذه المنطقة خلف وزارة الخارجية، واستهدف الكمين الأمني أو الخدمة الأمنية التي تتواجد هنا وتقوم بعملية يعني تأمين المنشآت، بالإضافة إلى منع الباعة الجائلين أثناء نقلهم من هنا من شارع 26 يوليو من الرجوع إلى هذه المنطقة من جديد. في تمام الساعة 9:30 حدث تفجير هنا، وقع تفجير بعبوة ناسفة في هذه المنطقة، وأدى ذلك إلى استشهاد مقدمين شرطة كما ذكرت، وأيضا إصابة 6 أشخاص من أفراد الشرطة، كما ستنقل لكم الكاميرا الآن. هذه هي الشجرة التي كانت نتيجة لهذا، هذه الشجرة التي كانت نتيجة لهذا التفجير الذي وقع في صباح هذا اليوم وأدى إلى والتي تمت زراعتها تحت هذه القنبلة الناسفة في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، وأدى إلى تهشم هذه الشجرة ووقوعها على أحد السيارات التي كانت قريبة من هذا المكان، بالإضافة إلى أن الأجواء الآن بعد الانفجار وبعد أن قامت قوات الحماية المدنية بالإضافة إلى قوات الشرطة بفرض كردون أمني في المنطقة، وقامت قوات الحماية المدنية أيضا بعملية الكشف عن المفرقعات وإغلاق معظم الشوارع المؤدية إلى هذه المنطقة، يعني سادت حالة من الترويع، وهنا في محيط والأهالي قاموا بعملية نقل المصابين وأيضا الضحايا سريعا قبل وصول سيارات الإسعاف إلى شرطة إلى مستشفى الشرطة، وذلك لتلقي العلاج سريعا. لها جانب آخر هذا الانفجار في مدرسة أبو الفرج الابتدائية المتواجدة هنا بالقرب من مكان الانفجار، يعني سريعا بعد تمام الساعة 10:30 تم إخلاء المدرسة كما ذكرت، وقام الأهالي وأولياء الأمور بجلب أبنائهم من داخل المدرسة، وذلك نتيجة للتخوفات، وأنهي العام أو اليوم الدراسي اليوم سريعا في تمام الساعة 10:30 أو الساعة 11 من صباح هذا اليوم. معنا أحد شهود العيان الذي تواجد في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم وكان شاهدا على هذه الواقعة. بنرحب بك يا فندم، عاوزين نعرف الواقع حصلت الساعة كام بالظبط وايه اللي حصل؟ 11 الا تلت القنبلة ضربت حضرتك، والمنظر لا يسر عدو ولا حبيب، ولا دين يعني ولا دين مسلمين ولا دين نصارى ولا دين يهود يرضى باللي حصل النهارده، حرام يعني. الضباط يعني حضرتك بالمنظر، والعساكر ظابط عسكري مقسوم نصين
ما يرضاش ربنا. حضرتك يعني انا عاوز اقول لوزير الداخليه زي ما الشرطه بتامن الشعب لازم الداخليه تامن الشرطه، لان حرام اللي بيحصل بيه. المنظر رهيب رهيب رهيب، لا يسر عين ولا حد يشوفه بعين ولا حد يشوفه شكل ولا منظر ولا اي حاجه. يعني حزبنا والله نعم الوكيل في اللي بيعمل فينا كده. معنا احد شهود العيان اخرين يا شريف، يعني وكان متواجدا ايضا لحظه الانفجار، وكانت ابنته متواجده في المدرسه، مدرسه ابو الفرج الابتدائيه، وقام بجلبها من داخل المدرسه نتيجه لهذا الانفجار الذي وقع في محيط او خلف وزاره الخارجيه. بنرحب بك يا فندم، ايه اللي حصل؟ والله العظيم يا باشا يعني كارثه ومصيبه، ويعني حرام ناس تموت. دول اخوات بني ادمين زينا، احنا مش هنقول ضباط وداخليه وجيش، دول بني ادمين زينا، اللي رجله مقطوعه واللي بايظ خالص والوش ودماغه طالعه بره، حاجه يعني ما يرضاش كافر، مش ما يرضاش مسلم، ما يرضاش كافر. اتنين مقدمين زي الفل، احنا عارفينهم، يعني احنا معاشينهم وقاعدين معاهم، ناس زي الفل وقمه في الادب، حرام ما نشوفهم كده يعني. حرام، مش عارف، انا مش عارف. الخدمه الامنيه اللي كانت متواجده على طول بتبقى متواجده بشكل دائم، يعني ازاي تم زراعه هذه القنبله او العبوه الناسفه؟ يعني هل بتمشي القوى الامنيه الساعه 12 بالليل مثلا وبتيجي بترجع الساعه 6 صباحا؟ ساعه بيبقى في تبديل، بيبقى في تبديل وتغيير خدمات مع بعض. هو ممكن في خلال تغيير الخدمات دي تم زراعه ممكن ده غالبا. مش معقوله واحد يجي يحط حاجه في شجره وظابط قاعد. بقالهم ايه؟ بقالهم حضرتك هم القوة دي من ساعة ما جم يشيلوا البقايا الجايلين كان بتقعد. حضرتك بقالهم هم دلوقتي بقالهم يومين ما بيقفوش في المنطقة. واخد بال حضرتك؟ هم دلوقتي اليومين اللي غابوا عنهم الله أعلم بقى زرعت إمتى القنبلة دي، الله أعلم. هل النهاردة؟ هل من يومين؟ هل مش عارف إيه؟ الله أعلم بيها. مع انطلاق العام الدراسي النهاردة بقى يعني. بيهددوا بلا أبو العيلة، لأن بلا أبو العيلة المنطقة الوحيدة اللي وقفت قصاد الإخوان. شكرا جزيلا. يعني يا شريف كانت هذه هي الأجواء بعد الانفجار وبعد أن قامت قوات الشرطة بالتحرك في هذه الأثناء، أي ما يقرب من نصف ساعة من الآن، وقامت بفتح الطريق والكردون الأمني يعني تم إزالته بالكامل، ودخل الأهالي إلى داخل المنطقة. ورائي وخلفي ولن تستطيع أن تراه الآن، يعني أثار الدماء التي استشهد من خلالها الضابطين، وأيضا الإصابات العنيفة التي حدثت بعد يعني مرور الكود الأمني الذي كان مفروضا على هذه المنطقة. يعني قام الأهالي ببعض الشعارات المعادية لجماعة الإخوان المسلمين، وقاموا ببعض الشعارات المعادية لجماعة الإخوان المسلمين والتي تتهمهم بزرع هذه القنبلة تحت أحد الأشجار، والتي تسببت في استشهاد ضابطين وأيضا إصابة 6 مجندين الآن يقومون بتلقي العلاج في مستشفى الشرطة. أحمد إذا سمعني عايز أعرف منك معلش مجموعة تفاصيل متعلقة، متى وصلت أجهزة الدفاع والحماية المدنية وخبراء المفرقعات تحديدا بعد وقوع الانفجار؟ عايز أعرف وصلوا واستجابوا في أي وقت زمني. يعني هو كان الانفجار في تمام الساعة 9:30 أو 10 من صباح هذا اليوم، بعدها بنصف ساعة تماما وصلت الحماية، قوات الحماية المدنية بالإضافة إلى قوات الأمن، وذلك لفرض كردون أمني في هذه المنطقة. الأهالي بدورهم يعني لم تصل سيارات الإسعاف بصورة سريعة جدا، فقاموا ب يعني نقل الضابطين الذين استشهدوا في جراء هذا الانفجار، وأيضا عدد من الجنود الذين تم إصابتهم في هذا الانفجار إلى مستشفى الشرطة بواسطة سيارتهم الملاكي العادية، وبعدها سريعا وصلت سيارات الإسعاف وقامت بنقل بعض الأشخاص الآخرين، وقامت قوات الحماية المدنية بالإضافة إلى قوات الكشف عن المفرقعات بفرض الكردون الأمني ومحاولة أخرى لتطويق وتمشيط المنطقة بالكامل، وذلك للتأكد من خلوها من أي من العبوات الناسفة الأخرى التي من الممكن أن تنفجر. يعني قوة الانفجار كانت شديدة للغاية، وعند حديثي مع بعض الجهات الأمنية التي كانت متواجدة وعدد أيضا من الأهالي قالوا أن قوة هذه العملية التفجيرية تتشابه كثيرا مع التفجير الذي حدث في محيط جامعة القاهرة والذي أدى إلى استشهاد العميد طارق المرجاوي، إذا كنت تتذكر هذه الواقعة في محيط جامعة القاهرة شريف. أتذكرها للأسف. بشكرك شكرا جزيلا حتى هذه اللحظة مراسلنا أحمد فرج. مشاهدينا أطلعنا على تفاصيل الصورة والمشهد من مكان الانفجار. أيضا بينضم لنا على الهاتف للمزيد من المتابعة وأيضا المزيد من التفاصيل الأستاذ يسري البدري رئيس قسم الحوادث بجريدة المصري اليوم. أستاذ يسري برحب بيك معانا، وإيه هي المعلومات اللي عندك؟ تفضل. اهلا بك استاذ شريف. اولا خالص تعازينا لاسر الضابطين النهارده اللي سقطوا في هذا الحادث الارهابي،
في منطقة 26 يوليو، هذا الحادث الإرهابي الذي تعرضت له قوات التأمين المكلفة من وزارة الداخلية لمنع عودة الباعة الجائلين مجددا إلى شارع 26 يوليو عقب قرار الدولة بإخلاء وسط القاهرة من الباعة الجائلين. هذا الحادث الذي وقع صباح اليوم في شارع 26 يوليو مع تقاطع الكورنيش في هذا المكان الحيوي الذي أسفر عن استشهاد ضابطين وإصابة 5 آخرين، منهم أحد قيادات وزارة الداخلية وكيل الإدارة العامة المرور الذي حالته سيئة للغاية داخل مستشفى الشرطة. أيضا هناك أحد المصابين المواطنين المدنيين في هذا الحادث الذي استهدف هذا الكمين الأومي الذي تم تعيينه منذ أكثر من 3 أسابيع. حتى هذه اللحظة رجال المعمل الجنائي ورجال المفرقعات يقومون بتمشيط مكان الحادث. انتهى المعمل الجنائي من إعداد تقريره المبدئي عن هذه العبوة بدائية الصنعة التي تم درعها في أحد الأشجار في شارع 26 يوليو واستهدف هذا الكمين الأمني. انتهى المعمل الجنائي من تحليل مبدئي فيما يتعلق بالعبوة الناسفة ولا لسه؟ بالعبوة الناسفة التي تم زرعها في أحد الأشجار بالقرب من نقطة الارتكاز الأمني الموجودة بشارع 26 يوليو. أيضا هناك فريق من رجال المفرقعات قاموا بتمشيط شارع 26 يوليو وكذلك المباني السيادية الموجودة. العبوة لم تحدث أي تأثير مادي على وزارة الخارجية، العبوة تم زرعها في مكان بعيد عن وزارة الخارجية وكذلك بعض المنشآت الهامة، لم يحدث أيضا أي تأثير على المدارس سوى أن البعض أصيب بحالة من الفزع، خاصة أن هناك عدد كبير من المدارس في شارع 26 يوليو أكبرها مدرسة أبو الفرج الابتدائية. حتى هذه اللحظة وزير الداخلية يتابع لحظة بلحظة ما وصل. معلش يا أستاذ يسري، أنا بس عايز أتأكد من المعلومة تاني علشان إذا كنت ما سمعتش مظبوط، إيه هي النتيجة اللي توصلوا لها فيما يتعلق بالعبوة الناسفة؟ يعني هذه العبوة هل سبق لها مثيل في انفجارات أخرى كما قال لنا المراسلنا هناك إن هي بتشبه إلى حد كبير الأسلوب والعبوة بتاعة جامعة القاهرة؟ هذه العبوة بدعية الصنع تتشابه مكوناتها مع بعض عبوات أخرى استهدفت فيها أثمنة شرطية، كان آخرها استهداف العميد طارق المرجاوي أمام جامعة القاهرة تحديدا أمام كلية الهندسة. هذه العبوة تتشابه محتوياتها والمواد المتفجرة مع عبوات أخرى تم زرعها في نقاط أمنية في محافظة 6 أكتوبر، لكن هذا تقرير مبدئي للمعمل الجنائي ورجال المفرقعات، يبقى أن ينتهي رجال المفرقعات من إعداد التقرير النهائي الذي سيسلم إلى النيابة العام المتواجدة الآن في مكان الحادث لإجراء معاينتها، وبعدها سيتم التصريح بدفن الجثث وسيتم تشييع جثتي الضابطين في جنازة عسكرية من داخل مقر أكاديمية الشرطة سيحضرها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية. من خلال معلوماتك قدرت تتوصل أن في إجراءات أخرى استثنائية سوف يقوم الأمن بأخذها في اعتباره وخطط أخرى الآن بيتم مراجعتها أو بيتم دراستها ولا لسه الموضوع لم يتم التباحث فيه؟ هم دلوقتي بيحاولوا أن هم يعني يلملموا أحزانهم. الأمن مكلف يا أستاذ شريف للغاية، ولكن وزارة الداخلية أخذت على عاتقها عقب حادث استشهاد العميد طارق المرجاوي، قامت بتركيب كاميرات مراقبة في جميع محافظة الجيزة، وكذلك يجري الآن الاستعداد لتركيب بعض الكاميرات الناقصة في شوارع القاهرة، تم تركيب جزء منها خلال الفترة الماضية ولكن يتبقى الجزء الأكبر خلال الفترة المقبلة. ستتكفل الدولة بهذه التكاليف خاصة أن هذا مكلف للغاية، هناك عدد من الإجراءات وحالة من الاستنفار الأمني، خاصة أن معلومات تشير إلى تورط مجموعات نوعية تابعة لهذه الجماعة الإرهابية في ارتكاب هذه الأعمال وهذه التفجيرات، وقد سبقها بالأمس محاولة تفجير محطة السكة الحديد بالشرقية عن طريق انفجار وزرع عبوتين ناسفتين في محطة السكة الحديد بالشرقية، وتسبب ذلك في تعطيل السكة الحديد. هو نفس المنهج، هو نفس الأسلوب التي تستخدمه هذه الجماعة الإرهابية. نعم، موضوع اللي حصل في السكة الحديد في الشرقية ده هيبقى موضوعي القادم في المتابعات، لكن فيما يتعلق بهذا الموضوع ورد إلينا أنباء من أن واحد من الضباط اللي استشهدوا كان رئيس مباحث في وادي النطرون وقت التحقيقات واقتحام السجون في وادي النطرون، وقدم ما يقرب من 140 فيديو وصورة بتثبت تورط عناصر وقيادات الإخوان في اقتحام السجون أو الهروب أو التواطؤ مع بعض العناصر الإرهابية الأخرى من خارج مصر
للهروب من السجون، ما مدى صحة هذه الأخبار أو هل وردت إليك معلومات بهذا الصدد ولا لا؟ يعني أنا ليس لدي علم بهذا الموضوع، ولكن أحد الضباط هو المقدم محمد أبو شريح، هو ضابط من قوة التأمين الأندية والفنادق منتدب للعمل بمديرية أمن القاهرة. الضابط الآخر هو من إدارة المرافق بالقاهرة، هم يعملان بتأمين شارع 26 يوليو. سبب تواجدهم ليس تأمينا لوزارة الخارجية، ولكن تأمينا لمنع عودة الباعة الجائلين مرة أخرى في إطار خطة الدولة لإنزال المنظومة الصرية لوسط القاهرة. تمام، وصلتني الصورة كاملة حتى هذه اللحظة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ يسر البدري رئيس قسم الحوادث بجريدة المصري اليوم. المزيد من المتابعة مشاهدينا بينضم لنا العميد خالد عكاشة الخبير الأمني. سيادة العميد برحب بحضرتك، وسؤالي الأول، أين نقطة الخلل هنا التي تلحظها؟ نقطة الخلل التي استطاعت الجماعة الإرهابية النفاذ منها وتنفيذ عملية اليوم هو استغلال حالة التكدس المروري الكبير الموجود في هذه المنطقة في هذا التوقيت، وأيضا الازدحام الكبير البشري للمارة اللي بيتوافدوا على شارع 26 يوليو على منطقة سوق وكالة البلح. هذه المنطقة بتشهد كثافة غير اعتيادية طوال اليوم، وخاصة في هذا التوقيت من اليوم العاشرة صباحا، ذروة القدوم والوصول إلى هذه الأماكن، عدم تغطية الشوارع الرئيسية مثل شارع الكورنيش و26 يوليو بكاميرات مراقبة وغرف عمليات وتحكم من الخارج وعن بعد لضبط أو للتعرف على أي من الاختلالات الأمنية اللي قد تحدث في هذه المنطقة، نقطة ضعف أخرى استطاع من خلالها المنفذين النفاذ والوصول إلى المكان وزرع العبوات. لكن زرع العبوات الناسفة يبقى هو التكنيك الأصعب أي أجهزة أمن على مستوى العالم، وقادرة على الوصول والنفاذ إلى أقرب المناطق وأكثرها تحصينا، لأنها لا تحتاج سوى إلى وضع شيء غير طبيعي ويتم تفجيره عن بعد. العبوة بنتحدث حول من 25 ل 30 كيلو جرام على أقصى تقدير من الصورة المبدئية ومن مساحة المصابين والموجة التفجيرية التي حدثت. المعمل الجنائي والبحث الجنائي سيخرجون بعد ساعات بتقرير تفصيلي حول هذه العبوة وحول كيفية زرعها في هذه المنطقة. الزمن اللي استغرقته الأجهزة الأمنية للوصول لمكان الحادث قدر بأنه حوالي نصف ساعة، بخبرة حضرتك بترى أن هذا الزمن يعتبر كافي أو في الوقت المناسب أو في الوقت كما هو مقدر ليه ولا تأخره؟ لا أظن أنه هو في التوقيت المناسب، المراعاة أيضا أو الإشارة للمرة الثانية إلى مسألة الازدحام المروري الكبير. المنطقة دي تجاذبات مع جهاز الشرطة ومع محافظة القاهرة، يعني تجاذبات مريرة الحقيقة في مسألة رفع الإشغالات ورفع الباعة الجائلين. حان الوقت الآن أن احنا نبقى بنحظى بشارع منضبط، شارع بلا إشغالات حتى يسهل تأمينه. الإشغالات والباعة الجائلين يعتبروا نقطة ضعف كبيرة أمام أي جهاز أمني يريد أن يؤمن منطقة بالشكل الصحيح. يعني لو ما كانش فيه إشغالات ولا كان فيه باعة جائلين كان من الصعب زرع هذه العبوة الناسفة؟ يعني تقلل النسبة بصورة كبيرة جدا، تقلل النسبة بصورة يكون كبيرة، يكون الشارع منكسر أمام أجهزة الأمن، يكون الشارع أي شيء غير طبيعي أجهزة الأمن تكتشفه بسهولة، وقد تكتشف عبوات مثل ذلك، وحدث أكثر من مرة عندما تم زرع في مناطق خالية وصلت إليها أجهزة الأمن وقامت بتفكيكها. خلال الأربع خمس أيام الماضية كان هناك حالة من حالات الاستنفار الأمني اللي نجحت في ضبط أكثر من 15 عملية أجهضتهم أجهزة الأمن خلال أربع أيام فقط على مستوى الجمهورية. الأماكن اللي بيتم زرع فيها العبوات وأماكن صحيحة ونظيفة أمنيا ومكشوفة بالصورة اللي تساعد أجهزة الأمن في أداء عملها، بتستطيع أجهزة الأمن عن طريق تحرياتها وعن طريق تنشيط الأماكن أنها تصل لأي اختلالات سريعة. مسألة زرع العبوة الناسفة، مسألة زرع العبوة الناسفة سيادة العميد بيحتاج لوقت كبير، يعني ينبغي أن يكون مخطط له من لا وقت. لا يحتاج إلى وقت كثير، هي دقائق معدودة، يتم وضع حقيبة أو كيس يتم وضع العبوة داخله،
بتترك في المكان وبيتم تفجيرها عن بعد او باستخدام تايمر صغير يتم ضبطه على توقيت يستطيع الجناه ان هم يهربوا من مكان العبوه ثم تنفجر بذلك. هناك بعض من شهود العيان النهارده على وسائل الاعلام في اللحظات الاولى عقب الانفجار تحدثوا حول وجود تليفون محمول بجوار العبوه شاهدوه، يعني هناك امكانيه ان يستخدم شرائح التليفون المحمول في التفجير عن بعد. دي الوسائل المتوقعه من عبوه مثل ذلك، واذا كانت كما اشار الاستاذ يسري تقدير قريب الى الصحه وهو التشابه في مساله عمليه اليوم مع العمليه التي تابعناها العام الماضي مع العميد طارق المرجاوي امام جامعه القاهره. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده العميد خالد عكاشه الخبير الامني. اذا مشاهدينا كما تابعتم يعني تجمعت لدينا تقريبا كل المعلومات، وقع هذا الانفجار زي ما عرفنا من خلال مراسلنا من موقع الحادث، هذا الانفجار تسبب في استشهاد ضابطي شرطة وإصابة 6 آخرين في انفجار عبوة ناسفة بمحيط وزارة الخارجية وبالقرب من مدرسة. لم يتم التطرق إلى هذه المدرسة من ناحية الانفجار أو من ناحية أي حوادث لا قدر الله سلبية، طبعا بننعي شهداء الشرطة إن كانوا ضباط أو مجندين أو مصابين نتمنى لهم الشفاء العاجل، لكن على كل الأحوال المدرسة ما عندهاش أي مشكلة لا بالنسبة للمدرسة ولا بالنسبة للطلبة ولا أولياء الأمور ولا المدرسين. نعم تم إخلاء المدرسة من كل الطلاب ومن كل الموجودين في هذه المدرسة. أمام حضراتكم على الشاشة صورة المقدم محمد محمود أبو سريع الشهيد المقدم، الشهيد المقدم أيضا خالد سعفان بيجهزوا الصورة بتاعته هتكون موجودة مع حضراتكم بالإضافة أيضا للمصابين. لكن على كل الأحوال كما أشار لينا مراسلنا أحمد فرج من موقع الانفجار أن هذه العبوة الناسفة تشبه إلى حد كبير الأسلوب والكمية والشكل والطريقة اللي انفجرت بها عبوة ناسفة عند جامعة القاهرة لو حضراتكم كنتم تفتكروا هذا الحادث المأساوي واللي أدى أيضا لاستشهاد العميد طارق المرجاوي. على كل الأحوال هناك معلومات تشير بأن واحد من ضباط الشرطة كان من ضمن الضباط المسؤولين في وادي النطرون وقت هروب جماعة الإخوان من سجن وادي النطرون وقدم ما يثبت ذلك من خلال صور وتحقيقات. هذه دلالة تشير ربما إلى الترصد لهذا الضابط بالتحديد لكن لسه لم نتأكد. معلومات أخرى تقول وتؤكد بأن الشرطة في هذا المكان تكون شبه مغلولة الأيدي، بمعنى أن كثرة الباعة الجائلين والازدحام المروري بيخلق نوع من الفوضى يصعب معها تعقب من هو يقوم بعملية زرع العبوة الناسفة. أنتم تتابعون الآن صورة مباشرة من بولاق أبو العلا ولكن بعد هذا الحادث الانفجاري الإرهابي الغاشم وصلت أجهزة الدفاع والحماية المدنية في ظرف نصف ساعة. كمان هناك معلومة أخرى ربما تكون في خلفية حضراتكم مشاهدينا هنتباحث فيها مع الخبراء والساسة فيما يتعلق أيضا بسفر الرئيس السيسي. أمام حضراتكم الشهيد المقدم خالد سعدان، مقدم خالد محمود حسين علي سعفان، الشهيد مقدم خالد محمود حسن علي سعفان والشهيد المقدم محمد محمود أبو سريع شهداء الشرطة الاثنين الضباط اللي كانوا متواجدين في هذا الكمين اللي استهدفتهم عبوة ناسفة إرهابية. أيضا أصداء زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية وهذا الاهتمام السياسي والإعلامي المصري والعربي والدولي المصاحب لهذه الزيارة وتقصد بداية الانفجارات في هذا اليوم مع بداية العملية الدراسية، كل هذه الأمور تشكل نوع من الخيوط اللي على أساسها بيتحرك الإرهابيين واللي يمكن أن احنا نتابعها ونتكلم فيها مع المسؤولين من السياسيين أو الخبراء الأمنيين. التعليم بدأ النهاردة في الانتظام، الرئيس السيسي سافر لإلقاء كلمة مصر وكلمة المجموعة العربية أمام الأمم المتحدة في الجمعية العامة قمة المناخ، بالإضافة إلى الرغبة في إحداث أكبر قدر من الفوضى فيما يتعلق بالعملية التعليمية وإرهاب المواطنين واستهداف رجال الشرطة. أنباء مشاهدينا عن انفجارات في
الغربية في محافظة الغربية، وانفجار عبوة ناسفة بداية الصنع أمام حضراتكم على الشاشة في الأنباء العاجلة أمام فندق نادي الشرطة، ولكن لله الحمد دون وقوع إصابات حتى هذه اللحظة. عادل درة مدير مكتب اليوم السابع في الغربية بينضم لنا على الهاتف الآن للمزيد من التفاصيل. عادل برحب بيك والتفاصيل عندك، تفضل. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ تمام اتفضل. يمكن مش بقى الان في قنبله اخرى انفجرت امام قسم يمان حي تاني المحله دلوقتي مع مدارس مدرسه ناصر ومدرسه احمد عرابي ومدرسه لحظه يا استاذ عادل، لحظه دلوقتي انفجرت هذه القنبله؟ نعم، منذ قليل انفجرت قنبله اخرى وتم ابطال قنبله كانت بجوارها. يعني انفجرت قنبله بجوار مجمع مدارس اسمه بجوار حي تاني المحل، بجوار في حي تاني المحله ولا بجوار هذا الحي؟ بجوار الحي، بجوار ومجمع المدارس، لان ده يفصل بين الحي. حصلت اصابات؟ حصلت 10 5 متر. تمام، حصلت اصابات؟ حتى الان لم ترد اي اعداء عن اصابات، وحتى والان في قنبله اخرى امام سوبر ماركت مترو بشارع سعيد، وقوات الامن تتعامل معها، وكان هناك قنبلتين اخرتين بشارع شوقي بحي تاني طنطا ايضا، وتم التعامل معهم لتصبح عدد القنابل التي حتى الان في محافظة الغربيه 2 انفجروا و4 تم ابطال مفعولهم حتى هذه اللحظه. 2 انفجروا و4 تم ابطال مفعولهم، الاثنين اللي انفجروا حصل عندهم اي نوع من انواع الاصابات ولا لسه مش باين بالنسبه لك؟ لسه لم ترد اي انباء عن وجود اصابات، بعض الانباء ترددت ان هناك 4 مصابين في انفجار بجوار فندق الشرطة بطنطا، لكن لم تتأكد هذه المعلومات حتى الآن، ونجري اتصال بالدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة للوقوف على حقيقة عما إذا كان هناك إصابات من عدم حتى الآن. مدير مكتب اليوم السابع، هناك حالة من الذعر الشديد جدا، قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات ينتشرون في جميع الأماكن التي يبلغ عنها. طيب عايز أسألك سؤال تاني بس عن العملية التعليمية، هل توقفت؟ هل المدارس تم إخلاءها وخصوصا عند القنابل بداية الصنع بالقرب من مجمع المدارس، ولا العملية التعليمية منتظمة؟ هناك حالة الآن بدأت الأهالي والمواطنون يقومون بإخراج أبنائهم خاصة في المنطقة المحيطة بحي تاني طنطا المحلة لإخراج التلاميذ، خاصة أنهم معظمهم تلاميذ ابتدائي وإعدادي، وتم إخراجهم ويتم اصطحابهم من جانب ذويهم إلى منازلهم لكن هناك حالة من فرض كردون أمن موسع حول المنطقة لإخلاء المدارس وإخلاء المنطقة بحثا عن أي أجسام أخرى بجوار هذه المنطقة. وصلتني الصورة، مدير مكتب اليوم السابع من الغربية بشكرك شكرا جزيلا، أطلعنا على تفاصيل بشكل عام كده ما يحدث سريعا في محافظة الغربية، إبطال مفعول 4 عبوات ناسفة، انفجار عبوتين ناسفتين في كردون أمني حاليا، وقوات الأمن بتعمل على إبطال مفعول القنابل أو البحث عن قنابل بدائية الصنع أخرى أو عبوات ناسفة أخرى علشان يتم دراسة واستكشاف المناطق المحيطة بالمنطقة اللي حصل فيها الانفجار أو المناطق اللي تم إبطال فيها عبوات ناسفة. الحمد لله ما فيش أي نوع من أنواع الشهداء في الغربية من خلال اللي انفجروا أو اللي ما انفجروش ولله الحمد، لكن فيما يتعلق بأنباء عن وجود 4 إصابات في صفوف رجال الأمن بالقرب من نادي الشرطة بطنطا. المهندس إبراهيم محلب في أنباء عاجلة مشاهدينا يقطع زيارته للإسماعيلية ويعود للقاهرة للتباحث والتدارس والمتابعة لشأن ما يحدث في منطقة بولاء أبو العلا واستشهاد ضابطي الشرطة. رئيس الوزراء في تصريح له: الإرهابيون يريدون إحباط عزيمة الشعب المصري ونحن في حالة حرب ضدهم. إذا مشاهدينا، رئيس الوزراء بيقطع زيارته للإسماعيلية ويعود سريعا للقاهرة لمتابعة تداعيات الحادث الإرهابي في محيط وزارة الخارجية. مشاهدينا، انفجرت أيضا 3 عبوات ناسفة فجر اليوم على خطوط السكك الحديدية بمحافظة الشرقية، حيث وقع الانفجار الأول بجوار الشريط الحديدي بمزلقان قرية الزنكلون، ما أسفر عن تآكل شريطي السكة الحديد وانفصام القضبان عن بعضها بطول 60 سنتيمتر لكل منهما.
عقب ذلك وقع الانفجار الثاني لعبوة ناسفة بجوار الشريط الحديدي بمزلقان قرية جزيرة السعادة، ما أدى إلى انفصال خط السكة الحديد بطول 50 سنتيمتر. كما أشعل مجهولون النيران في عدد من الإطارات على قضبان السكة الحديد بمحطة قطار العزيزية التابعة لمدينة منيا القمح بالشرقية وفروا هاربين. مراسلنا في الشرقية محمد زكي يطلعنا على آخر التطورات أيضا والتفاصيل وأصداء هذا الحادث. محمد برحب بيك واديني تفاصيل أكتر عن هذا الحادث، تفضل. أهلا بك يا شريف. الحقيقة شهدت محافظة الشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد انفجارين على خطوط السكة الحدية، في انفجار ثلاث عبوات ناسفة زرعها مجهولون بشريط السكة الحدية، حيث وقع الانفجار الأول بقنبلتين بجوار الشريط الحديدي من زلقان قرية الزنكلون دائرة مركز دقازيق، وذلك على خط الزقازيق القاهرة. وانتقلت الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات لمكان الواقعة، وتم فرض كردونا أمنيا حول مكان الانفجار. وقد أسفر هذا الانفجار عن تآكل جزء من شريطين السكة الحديد على طريق الزقازيق الإسكندرية والزقازيق القاهرة، وقد أدى ذلك إلى انفصال شريط القضبان الحديدية بطول 60 سنتي على كل من هذه الخطوط. وعقب ذلك هذا الانفجار وقع الانفجار الثاني لعبوة ناسفة بجوار الشريط الحديدي بمزلقان قرية السعادة، وهي قرية تابعة لمركز الزقازيق أيضا، أدى ذلك إلى انفصال خط السكك الحديدية طريق الزقازيق الإسماعيلية بطول 50 سنتي. هل في أي إصابات؟ هل في أي شكل من أشكال الخسائر؟ الحقيقه الثلاث عبوات الناسفه التي تم تفجيرهم على خطوط السكة الحديدية لم تسفر عن وقوع اصابات بشريه او خسائر في الارواح، ولكن عقب ذلك انتقلت الاجهزه الامنيه مباشره الى اماكن الانفجارات، وعلى راسهم الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقيه، والذي امر رئيس منطقه السكة الحديدية بالشرقيه بارسال مجموعات من العمال واصلاح الخطوط التي تم تفجيرها. يعني الحركه عادت يا استاذ محمد ولا لسه؟ لعودة العمل مرة أخرى في أسرع وقت كما قرر اللواء سامح الكيلاني مساعد وزير الداخلية. الحركة عادت يا أستاذ محمد ولا لسه؟ نعم فندم. الحركة حركة القطارات عادت ولا لسه؟ الحركة عادت منذ الصباح الباكر، عادت حركة القطارات بعد قرار الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان، حيث أمر رئيس منطقة السكة الحديد بالشرقية بإرسال مجموعات من العمل، وبالفعل تم إصلاح الانفجار. تمام، وصلتني الصورة أستاذ محمد زكي مراسلنا من الشرقية، أطلعنا على تفاصيل أيضا هذه العبوات الثلاث الناسفة اللي انفجرت فجر اليوم واستهدفت بعض خطوط السكك الحديدية. توجه رجال الأمن والحماية المدنية على رأسهم محافظ الشرقية وأمروا بإصلاح التالف. لم يرد حتى هذه اللحظة حدوث أي شكل من أشكال الإصابات أو الخسائر اللي ممكن يتم الإعلان عنها أو الاهتمام الإخباري والإعلامي بها. مشاهدين احنا مستمرين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل فقط، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مطار القاهرة متوجها إلى نيويورك في زيارة تستغرق عدة أيام، بيرأس خلالها وفد مصر المشارك في أعمال الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعد الحدث الأبرز عالميا على أجندة رؤساء وملوك العالم، حيث يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته الافتتاحية أمام قمة المناخ التي دعا إليها بان كي مون الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. زيارة يترقبها الجميع يبدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك اليوم لرئاسة وفد مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ستكون أول مناسبة لظهور السيسي في أكبر محفل دولي أو ما يطلق عليه برلمان العالم. جدول أعمال السيسي في نيويورك يتضمن المشاركة في قمة المناخ العالمية، حيث سيلقي الثلاثاء المقبل كلمة في القمة، وسيكون خلالها ممثلا للمجموعة العربية كلها. ومن المنتظر أن يطالب خلال كلمته الدول الصناعية الكبرى بمساندة الدول النامية بتقديم الدعم الفني والمادي لتطوير قدراتها الصناعية، بالإضافة إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على البيئة. وخلال أيام الزيارة التي تقترب من الأسبوع سيلتقي الرئيس مع العديد من رؤساء دول العالم لدعم علاقات مصر الخارجية، بينما يبدو موقف لقاء السيسي بالنظير الأمريكي باراك أوباما غامضا،
حيث تضاربت التقارير الإعلامية حول تأكيد ونفي ذلك اللقاء في ظل عدم خروج إعلان رسمي من الدولتين عن إجراء اللقاء. الخميس المقبل ستتجه أنظار العالم إلى منصة الأمم المتحدة لسماع كلمة الرئيس السيسي، والذي من المنتظر أن يعرض تجربة مصر في الانتقال الديمقراطي بعد ثورتين، كما سيركز في كلمته على مكافحة الإرهاب وقضايا المنطقة العربية. قال السفير أحمد فاروق قنصل مصر العام في نيويورك إن الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية في حالة فرحة بسبب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأضاف أن أعضاء الجالية سيحتشدون أمام المقر العام للأمم المتحدة للترحيب بالرئيس. أضاف القنصل العام أن هناك عددا كبيرا من رؤساء الدول سوف يلتقون الرئيس السيسي على هامش زيارته للأمم المتحدة. أيضا من نيويورك مشاهدينا، وللمزيد من التفاصيل بينضم لنا على الهاتف الدكتور ماجد رياض المستشار القانوني لرئيس اللجنة المصرية الأمريكية للتحرك السياسي. دكتور ماجد برحب بحضرتك معنا. أهلا وسهلا دكتور. تمام يا فندم. دكتور عايز أعرف من حضرتك مزيد من التفاصيل عن الجالية المصرية وخطة التحرك لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي. الجالية المصرية الحقيقة في حالة ارتقاب عظيم لوجود الرئيس، وحشد تام من أسابيع عشان خاطر ينتقلوا إلى مقر الأمم المتحدة، وإحنا واخدين تراخيص من البوليس لأن التظاهر أن هو ليه نظامه ولازم يكون معاك ترخيص من البوليس، فواخدين تراخيص من البوليس في أحسن مكان مميز قدام الأمم المتحدة عشان خاطر نحتفل بمصر ونهنئ الرئيس. دي أول مرة إن شاء الله يعني يلتقي في الأمم المتحدة بالوفود وبالرؤساء، وعايزين طبعا نوري العالم كله إن احنا بنساند الرئيس وبنساند بلدنا، وإن احنا بنأمل إن مصر إن شاء الله في طريقها للديمقراطية، ونوري للعالم كله إن مصر من مقدمة الدول التي تكافح الإرهاب. ودي حاجة طبعا الأمريكان لازم يفهموها، لأن بعد ما الحوادث اللي حصلت ولما قطعوا رقبة الصحفيين، فهم طبعا عملية الإرهاب دي حاجة بتضايقهم جدا، ولازم يفهموا أن مصر دي في مقدمة الدول التي تكافح الإرهاب، وأن الشعب المصري والشعب الأمريكاني طول عمرهم أصدقاء، حتى طبعا بنختلف كثير من الوجوه. تمام يا دكتور تمام. أنا ساعات بس عايز أعرف أكتر عن الشكل المجمل، يعني ده فيما يتعلق بالتظاهرات اللي حضرتك اتكلمت عنها في جموع المصريين المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي وعندها حالة من حالة الفرحة والترقب لزيارته. على الجانب الآخر حتى وإن كانوا قلة، لكن ورد إلينا بأن جماعة الإخوان الإرهابية أيضا بتحاول أن هي تحشد لعمل مظاهرات تحرج الحكومة المصرية وتحرج الإدارة المصرية وتحرج مصر ممثلة في شخص الرئيس. ما مدى صحة هذا الأمر وما مدى التقدير بشأنه؟ أولا طبعا يعملوا اللي هم عايزينه، طبعا احنا في كل مناسبة بيحاولوا يعملوا حاجة، احنا بنكون أضعاف 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 العدد بتاعهم. يعني أنا عملت مظاهرة أمام البيت الأبيض في واشنطن، وكانوا برضه بيقولوا هيعملوا حشود وكده، احنا كنا 10 أضعاف الجماعة المأجورين، بيجيبوا ناس من باكستان ومن أفغانستان وحتى مش غير مصريين، وبيدوهم فلوس عشان خاطر يتظاهروا، فدول ناس مأجورين، لكن غير إن إحنا كوطنيين في على الأقل 50-60 أتوبيس من جميع أنحاء الولايات المتحدة. أنا نفسي بعت 15 أتوبيس في نيويورك ونيوجيرسي وكونتيكت ولونج آيلاند، وكل دول جايين بالمئات عشان خاطر يوروا حبهم لمصر، يوروا ان احنا صحيح الشعب الحقيقي اللي بيحب مصر، واللي يعني التانيين مأجورين ياخدوا فلوس عشان خاطر يتظاهروا. يعني وصلتني الصوره، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتور ماجد رياض المستشار القانوني لرئيس اللجنه المصريه الامريكيه للتحرك السياسي، ايضا بتنضم لنا على الهاتف من نيويورك استاذه سناء يوسف مدير مكتب الاخبار من هناك. استاذه برحب بحضرتك معنا. أستاذة يعني عايز أعرف من حضرتك تفاصيل أكتر حول أصداء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاستعداد لهذه الزيارة، كيف تتعامل وسائل الإعلام الأمريكية والغربية بشكل عام مع هذه الزيارة؟ هو طبعا زيارة الرئيس للولايات المتحدة
أساسا هي زيارة للأمم المتحدة. نعم. وطبعا انعكاساتها بتبان في الإعلام الأمريكي والإعلام العالمي بصفة عامة. إحنا أهم حاجة تهمنا كمصر هو كيف سيستقبل الرئيس السيسي في الأمم المتحدة اللي بيحضر فيها في هذه الفترة أكثر من 100 رئيس دولة ورئيس حكومة إلى جانب عشرات من وزراء الخارجية. الرئيس السيسي لما بيقف قدام الجمعية العامة بيتكلم، هو مش بيتكلم باسم نفسه، هو بيتكلم باسم مصر، أقدم حضارة في العالم، الحضارة التي تدرس في جميع مدارس العالم بما فيها المدارس الأمريكية. الشعب الأمريكي يحب مصر جدا. سيبنا خالص من حكاية الإعلام بيقول إيه، في بعض الإعلام المأجور اللي بتدفع لي فلوس عشان يقول دعاية. يعني حضرتك عايزة تقولي لنا أستاذة سناء إن الإعلام هناك غير مؤثر، الشعب الأمريكي يحب مصر من الناحية العاطفية لكن الإعلام الأمريكي غير مؤثر عليهم؟ لا يؤثر إطلاقا على الأمريكان. الأمريكان دول شعب بيبص للأعمق من اللي بيوجد في الإعلام. لو حبيت أقول لك دلوقتي هم مشغولين بقضايا جانبية خالص بعيدة تماما عن الإعلام، كل عن السياسة الخارجية. السياسة الخارجية دي جزء هامشي في حياة الأمريكان. الأمريكان بيهمهم اللي بيحصل عندهم في بلدهم، وعلاقاتهم بالمصريين علاقة طيبة للغاية. سيبك من المظاهرات اللي بيعملوها بعض المأجورين اللي هم بيتظاهروا ضد مصر وكده، دول معروف أي حد بيتظاهر ضد بلده ما هوش شخص نقي، بينظر إليه إنه مش شخص نقي. أنت مصري طب بتتظاهر ضد مصر في أمريكا، أنت بتعمل دعاية ضد بلدك. معظم اللي بيعملوا أي دعاية ضد مصر دولا كلهم مأجورين ومدفوعين، والإعلام لا يهتم بيهم. الناس اللي بيحبوا بلدهم حقيقي هم اللي بيجوا يؤيدوا مصر، بيجوا يؤيدوا الرئيس السيسي. وأنا متأكدة أن الرئيس السيسي لما حيقف قدام الجمعية العامة عشان يلقي خطاب مصر سيلقى ترحيب كبير جدا. الرئيس السيسي بيمثل إرادة الشعب المصري، شعبيته يعني غير معقولة بالنسبة أي واحد عاقل وعقلاني وبيفكر بيشوف إزاي الشعب المصري ماشي وراء هذا الرئيس الذي ليس له أي هم إلا أنه ينقذ البلد. قضية الإرهاب قضية أساسية العالم كله خايف منها، مصر دولة بتحارب هذا الإرهاب، ولكنها تطالب العالم أنه لا يحصر اهتمامه مثلا في داعش. داعش دي جمعية واحدة، تنظيم واحد، في عشرات التنظيمات. مصر بتواجه بعض هذه التنظيمات في الشرق وفي الغرب وداخل مصر جدا. إذا ما كانش العالم كله هيقف بحزم ويقول كل اللي بيعمل قضية بيعمل إرهاب ويعطل حياة شعب أو كده ده يعتبر خارج على القانون ويحاسب، مش هينفع. نعم. هم الأمريكان عملوا جلسة من يومين، جلسة على المستوى الوزاري واتكلم فيها 40 وزير خارجية عن محاربة الإرهاب. كان كل اهتمامهم بأنهم يقولوا أنهم بيدعموا محاربة الإرهاب. وصلتني الصورة بشكل عام، وبالتأكيد هنتابع مع حضرتك أيضا كل التفاصيل تباعا. بشكر حضرتك أستاذة سناء يوسف مدير مكتب الأخبار بنيويورك. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه مستعد لإعطاء كل الدعم المطلوب في المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا أن العمل العسكري ليس الحل الوحيد لإيقاف هذا التنظيم. دولة بتعمل دائما نظامها اللي موجود والبشر اللي موجود جوه مصر بشر متسامح جدا، ببساطة خالص هو عايز يعيش، مش عايز يعمل صراع ولا عايز يتقاتل.
ففرصة المشاركة موجودة بشرط إن ما يبقاش فيه عنف واقتتال والقبول بالممارسة الديمقراطية الحقيقية. العناصر اللي موجودة في سيناء هي عناصر جهادية ذات فكر تكفيري، منهم أنصار بيت المقدس على سبيل المثال. احنا بنجابه ده في سيناء بشكل جيد جدا، لكن عايز اقول ان داعش ده فكر زيه زي كل الفكر المتطرف، مع اختلاف الاسماء، مع اختلاف الاسماء اللي موجودة هنا في العراق او في نيجيريا او في مالي او في اي دولة تانية، لكن هو فكر محتاج مكافحة واستراتيجية شاملة لمجابهته، وده هياخد وقت. مشاهدينا، أعود بكم مجددا لأصداء الخبر الأول في الافتتاحية لهذا اليوم بالنسبة للحياة الآن، وهو النبأ استشهاد ضابطي شرطة وإصابة 6 آخرين في انفجار عبوة ناسفة بمحيط وزارة الخارجية، وكنا تابعنا مع حضراتكم كل التفاصيل التي وردت إلينا حول هذا الخبر صوتا وصورة من خلال الخبراء ومن خلال الصحافة ومن خلال أيضا مراسلنا اللي كان متواجد في موقع الحدث. الصورة صباح اليوم كما تتابعون أمام حضراتكم مشاهدينا. بينضم لنا أيضا على الهاتف الأستاذ جمال فرحات، مدير عام آثار غرب القاهرة. أستاذ جمال، برحب بحضرتك معنا. أهلا وسهلا، أهلا بك أستاذ جمال. يعني ورد إلينا معلومة فيما يتعلق بهذا الحادث، ولكن من زاوية أخرى، وهو أن فتاة، هذه الفتاة صعدت مئذنة مسجد السلطان أبو العلا وقامت بالتصوير، وذلك حدث وقت الحادث أو بعدها مباشرة حصل الانفجار. تمام. عايز أتأكد من المعلومة يا فندم، وعايز أعرف تفاصيلها. هو الساعة 10:30 بالظبط جالنا تليفون من العاملين بجامع السلطان أبو العلا لمقر التفتيش إن في حصل عند المسجد. فانتظمت انا الساعه 10:30 بالظبط جالنا تليفون من عاملين بجامع السلطان ابو العلا لاداره التفتيش غرب القاهره والقليوبيه اللي هي مقرها ابو العلا ان في انفجار حصل بجوار الجامع الاسري. تمام. فانتقلنا انا والساده المفتشين المسؤولين عن المسجد ورحنا عملنا معاينه، فافادنا احد العاملين بقسم الترميم الدقيق الموجودين بالمسجد بان هناك فتاه دخلت المسجد وقالت ان انا بعمل تبع الاثار، واستطاعت ان هي تفتح لها. استاذ جمال حضرتك استاذنك بس عيد تاني الكلام ده لان الصوت بيقطع. اه تمام، سيء معلش انا اسف. لا مفيش مشكله، بس انا عايز اعرف المعلومه بقدر الامكان، فمتمسك بوجود حضرتك معايا على التليفون. تمام، اتفضل. المعلومه ان بمجرد ان احنا رحنا عملنا معاينه عشان موقع الانفجار اللي هو جنب جامع ابو العلا الاثري، احد العاملين بقسم الترميم الدقيق افاد وابلغنا ان في بنت جت دخلت المسجد وطلبت ان هي تطلع المأذنه وادعت ان هي تعمل بالمجلس الاعلى للاثار وبالتفتيش. فرجعنا فورا لاداره التفتيش وعملنا مراجعه لخطوط السير لجميع المفتشين الموجودين بالتفتيش، اتضح ان هي مش تبع التفتيش نهائي. وطلعوها وبالفعل صورت. وطلعت قالوا واتضح ان هذه الفتاه ليست تابعه باي شكل من الاشكال لا للتفتيش ولا للمجلس الاعلى للاثار. ولا معايا مدير عام الاوقاف وكيل وزاره الاوقاف انكر ان هي تبع الاوقاف، فهي دخلت لا تبع الاثار ولا تبع الاوقاف، واستطاعت ان هو فتح لها باب المأذنه وطلعت فوق على المأذنه. تمام، كما افاد العاملين اللي تعاملوا معاها واللي خلوها تطلع تصور، ايه هي الاوصاف تمام. المبدئيه ليها يا فندم؟ هو بيقول لك ان هي بنت متوسطه الطول وبيضاء اللون وبتسدي طرحه خمار عادي، طرحه تحجيبه عادي، دي المواصفات اللي هي المبدئيه اللي هم قالوها. تمام. ومعاها بعض الاوراق وان هي بتعمل تقرير وبتعمل حاجات عن الاثار. وحضرت بالفعل الانفجار، حضرت بالفعل يعني اللي موجودين قالوا ان هي صورت وقت الانفجار. لا هي بقول لك قبل ابلغنا اصل الانفجار، ما انا فاهم يا فندم، اصل الانفجار حصل 11 الا تلت 11 الا ربع، وحضرتك بتقول لا. ان الكلام ده حصل الساعه 10:30 جالكوا تليفون 11 الا ربع بالظبط، عشان التليفون جالي ما كنتش انا متاكد من التاريخ بالظبط، بس هو قبل الانفجار، لان هم قالوا ان هي دخلت قبل الانفجار بربع ساعه. وهو ده فعلا هو فعلا ده اللي حصل، يعني 10:30 هي دخلت الانفجار وقع 11 الا ربع او 11
طيب ما فيش خلاف في المواعيد، هي هو ابلغنا ان هي دخلت قبل الانفجار بربع ساعه، ولا هو تقريبا 11 الا ربع تقريبا، وخرجت بعد الانفجار ولا لا؟ ما حدش شاف وقت الانفجار في بره، كانت العمليه صعبه جدا، والمنطقه طبعا منطقه مكتظه بالمرور بره، والمنطقه بلاء ابو العلا منطقه وكاله البلح دي مكتظه بالسكان، فكان هرب ومرض، ما حدش بقى شاف مين اللي دخل ومين اللي خرج. طب يا فندم سؤال اخير، هل كانت الكاميرا اللي معاها كاميرا فيديو ولا كانت كاميرا تصوير فوتوغرافيا؟ برضو تحقق اللي ابلغنا اللي هو اخصائي الترميم الدقيق ما قالش المعلومه دي، هو احنا بمجرد ما قالنا المعلومه دي قدمناها للجهات الامنيه اللي موجوده في الموقع، وتقريبا هم بيستجوبوه تقريبا على استجواب. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ جمال فرحات مدير عام اثار غرب القاهره. إذا هناك فتاة ادعت بشكل من الأشكال أنها تابعة للمجلس الأعلى للآثار، وعلى هذا الادعاء خلت العاملين يطلعوها عند مئذنة السلطان، مسجد السلطان أبو العلا، بحجة أن هي بتصور أو بتعمل شكل من أشكال الدراسات. الكلام ده حصل الساعة 10:30، هم بلغوا الانفجار وقع 11 إلا ربع 11 إلا تلت بالتقريب، و في حالة الهرج والمرج محدش عارف تقريبا يعني هي استمرت ولا نزلت ولا صورت ولا ايه بالظبط. يعني هناك طبعا مجموعة من الاحتمالات، ان تكون هذه الفتاة تابعة لمن قام بهذه العملية الارهابية، امر سوف تقوم جهات التحقيق بالتحقق منه، وان تكون ايضا الفتاة غير تابعة لاي جهة والموضوع محض صدفة، وان تكون الفتاة مثلا مكلفة بشكل من الاشكال ان كانت تابعة لهذا التنظيم او متعلقة بهذه العملية، كانت مهمتها هي تصوير هذه العملية فيديو حتى تعلن بعد ذلك جماعات ارهابية او تنظيمية تبنيها لهذا الحادث الارهابي. مستكمل مع حضراتكم بعد هذا الفاصل، ولكن اخيرا عاجل امام حضراتكم، استشهاد 6 واصابة فرد إثر سقوط طائرة عسكرية بكوم أشيم بمحافظة الفيوم نتيجة عطل فني. بعد الفاصل مكملين مع حضراتكم، فقط ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. افتتح الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم والدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة صباح اليوم مدرسة البكالوريا الدولية بمدينة الشيخ زايد بتكلفة 12 مليون جنيه. قال وزير التربية والتعليم إن هذه أول مدرسة دولية حكومية بتطبق مناهج البكالوريا الدولية باللغة العربية، مؤكدا أنه سيكون نموذجا ناجحا وسيتم تعميمه في كثير من المحافظات. النهارده 27 محافظه بدأوا، ما فيش اي حاجه حصلت امس، اليوم الحمد لله حتى الان الامور مستقره، الدراسه منتظمه. انا كنت في مدينه نصر حضرت طابور الصباح في مدرسه الملك فيصل، مجمع الملك فيصل، هنا جينا نفتتح المدرسه البكالوريا الدوليه، دي تجربه عالميه هنطبقها في مدارسنا، عندنا المدرسه دي وعندنا مدرسه ثانيه برضه هنفتتحها ان شاء الله السنه دي، بحيث ان احنا التجربه العالم كله بيهدف الى تعليم جيد، تعليم يعتمد على التفكير، يعتمد على البحث، يعتمد على العمل الجماعي، وكمان حافظنا على هويتنا البكالوريا الدوليه دي باللغه العربيه. كما تفقد الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف والدكتور جلال السعيد محافظ القاهره انتظام العمليه التعليميه في عدد من المدارس بشبرا. قال الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة إن العام الدراسي الجديد سيشهد مناخا تعليميا مستقرا يتسم بالنظام والجدية والتركيز على ممارسة الأنشطة الثقافية والتربوية والرياضية المتنوعة. من بدايته مملوء بالأمل في غد أفضل في عملية تعليمية مميزة، هذه الروح التي طاوناها تؤكد أن الحياة في مصر قد عادت إلى طبيعتها، وأن مصر قد عادت إلى أهلها، ولن تختطف مرة أخرى إن شاء الله. العام الدراسي هذا العام يبدأ في ظل ظروف هي الأفضل بالتأكيد، لو تتذكروا العام الماضي
كانت مصر في مرحلة دقيقة في أعقاب ثورة 30 يونيو، وكانت هناك استحقاقات وخريطة طريق متفق عليها، انتخابات أولا الاستفتاء على الدستور، انتخابات رئاسة الجمهورية، ثم يليها الانتخابات النيابية. استعرض الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان مع قيادات القطاع الوقائي بالوزارة خطتها للوقاية من الأمراض المعدية داخل المنشآت التعليمية. قال وزير الصحة إن الهدف من الخطة هو منع انتشار الأمراض المعدية عن طريق الاكتشاف المبكر لحالات الأمراض المعدية لمنع حدوثها، بالإضافة إلى توفير كافة الأدوية والطعوم والأمصال اللازمة في هذا الشأن، وأيضا توفير وإعداد الموارد البشرية والمادية لمواجهة الطوارئ الخاصة بانتشار الأمراض المعدية. اشتكى عدد من أولياء أمور تلاميذ مدرسة بدوي الابتدائية من قيام مديرية أمن الدقهلية بإغلاق الشارع المؤدي للمدرسة ووضع متاريس خرسانية بالقرب من مدخل المدرسة، وذلك لقرب المدرسة من مبنى الأمن الوطني واستراحة مدير الأمن والسكرتير العام، مما يعيق دخول أبنائهم للمدرسة. أكد أولياء الأمور أن مديرية الأمن رفضت إزالة المتاريس بالرغم من بدء العام الدراسي اليوم. هكذا بدا الوضع أمام مدرسة بدوي الابتدائية في مدينة المنصورة مع انطلاق العام الدراسي الجديد. إجراءات أمنية مشددة وحواجز في الشوارع المؤدية إلى المدرسة المتاخمة لمديرية أمن الدقهلية. أولياء الأمور وجهوا نداءات إلى وزارة الداخلية بتسهيل عملية وصول أطفالهم إلى المدرسة، لكن هذه النداءات كما يقولون لم تلقى أذانا صاغية من المسؤولين. الشكوى من هذه الأوضاع لم تتوقف على أولياء الأمور، بل امتدت إلى مدير المدرسة الذي أكد أن وجود الحواجز الخرسانية يجعل القدرة على مواجهة الظروف الطارئة أمرا صعبا للغاية. وأضاف مدير المدرسة أن الإجراءات الأمنية المشددة حالت دون القيام بأعمال الصيانة اللازمة للمباني التعليمية قبل بداية العام الدراسي. المدرسة داخلة سنة شاملة، فجم بتوع الصيانة عشان يعملوا، قال لك مش عارفين نخش لأن الحواجز الأسمنتية اللي محطوطة مش هنعرف ندخل منها للرمل ولا الأسمنت ولا الزلط، ولا هنعرف نشيل منها حاجة. لكن الأجهزة الأمنية، وعلى لسان مدير مباحث الدقهلية اللواء سعيد عمارة، أوضحت أن الغرض من هذه الإجراءات تأمين الأماكن الأمنية المستهدفة والمحيطة بالمدرسة، لأنه لو تم تنفيذ أي عمل إرهابي سيكون أول الضحايا هم التلاميذ والعاملون في المدرسة. ده من ناحية المدرسة والمدير والتلاميذ وأولياء الأمور. زميلي في الإعداد تواصلوا مع اللواء سعيد عمارة مدير مباحث الدقهلية، أكد بالفعل وجود المتاريس، ولكن أيضا أكد أنهم فاتحين طريق لمرور الطلاب وأولياء الأمور والأفراد، ولكن هم يغلقون الطريق فيما يتعلق بالسيارات اللي ممكن تعبر طبعا نظرا لحادث تفجير مديرية أمن الدقهلية فيما هو سابق. انتظمت اليوم الدراسة بالمعاهد الأزهرية لليوم الثاني، حيث تم عمل جولات مفاجئة لبعض المعاهد للتأكد من تواجد المدرسين والتزام الطلاب. تم التجديد على الطلاب والطالبات بحضور وإرسال الخطابات الإنذار لكل من يتخلف عن الحضور للمعهد وحرمان من يخالف التعليمات من دخول الامتحان، كما تم التأكيد على معاقبة أي مدرس بيحاول إعاقة العملية التعليمية. كما ترأس من ناحية أخرى الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية قافلة ضمت 54 فردا من قيادات قطاع المعاهد في كافة التخصصات في زيارة مفاجئة صباح اليوم في ثاني أيام العام الدراسي الجديد إلى محافظة كفر الشيخ. تم توزيع أعضاء القافلة على جميع مراكز المحافظة العشرة. شدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على أعضاء القافلة برصد كافة الأمور السلبية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين، مع التشديد على شيوخ ووكلاء المعاهد على الالتزام بالزي الأزهري. فيما حضر أيضا الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الطلاب والمدرسين من التطرق للحديث في مسائل سياسية خارج المناهج التعليمية داخل الحرم التعليمي. التقرير التالي بيرصد وضع السياسة داخل المعاهد الأزهرية.
مع بداية العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية وتدفق 1,177,000 طالب وطالبة على المعاهد الأزهرية، تبدو إدارة الأزهر الشريف عازمة على عدم تكرار التوتر والشغب الذي ساد العام الدراسي الماضي بسبب تظاهرات أنصار تنظيم الإخوان. الشيخ جعفر عبد الله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية رفع شعار لا حديث في السياسة نهائيا داخل المعاهد الأزهرية، مشددا على أن أي أعمال شغب أو محاولة لتعطيل سير الدراسة سواء من قبل الطالب أو المدرس ستوجه بكل حزم، وسيحال المتسبب في ذلك لتحقيق وإبعاده عن المعهد حتى لا تتكرر أعمال العنف وتتحول المعاهد الأزهرية لساحة حرب. ومن جانبها أكدت وزارة التعليم أن العام الدراسي الجديد سيكون بلا سياسة، حيث شدد محمود أبو النصر وزير التعليم على جميع المدرسين بعدم إقحام السياسة في المدارس، مهددا أي معلم يخوض في السياسة داخل المدرسة بمواجهة أقصى العقوبات حددها قانون التعليم، والتي تبدأ بالخصم المالي من راتبه وتصل إلى درجة تحويله إلى وظيفة إدارية. وبين هذا وذاك، تقف المدارس والمعاهد الأزهرية لتؤكد أنها ليست بساحة سياسية بل محراب علم، وتدخل العام الدراسي بحسم ومستعدة للتصدي لأي محاولة تعكر صفو العام الدراسي الجديد. عقد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي اليوم اجتماعه الدوري بجامعة أسيوط، وذلك لمناقشة الملفات والقضايا الهامة الخاصة بالجامعات وعلى رأسها الاستعداد للعام الدراسي الجديد. أكد وزير التعليم العالي أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد من الناحية الأمنية، موضحا أنه تم وضع خطة أمنية محكمة للسيطرة على الجامعات التي شهدت أعمال عنف العام الماضي لحفظ أمن وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين. أعلن اللواء شاكر الكيال مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية والرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية وفاة الحالة الثانية من حجاج بعثة القرعة بالأراضي المقدسة صباح اليوم. أوضح اللواء الكيال أن الحاج توفي إثر إصابته بغيبوبة كبدية. من جانبه تلقى الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان تقريرا حول أعمال البعثة الطبية للحجاج المصريين هذا العام. أوضح التقرير أن إجمالي عدد الحالات التي ترددت على العيادات منذ بدء التشغيل حتى مساء أمس بلغ 1651 حالة. أخيرا مع أخبار الطقس، بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل للحرارة، بيستمر حتى غدا الاثنين على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ولطيف ليلا حيث تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا. درجات الحرارة المتوقعة: القاهرة العظمى 34 والصغرى 24، الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22، مطروح العظمى 28 والصغرى 20، أسيوط العظمى 36 والصغرى 24، سوهاج العظمى 39 الصغرى 22، أسوان العظمى 43 الصغرى 31. مشاهدين، أمام حضراتكم قبل ما أختم نبع عاجل من البورصة: تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم، والأسهم تفقد 2 مليار جنيه. مشاهدين، كل ما لدينا حتى هذه اللحظة، بشكركم على المتابعة، تحياتي وفريق البرنامج، إلى اللقاء.